بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي أعزائي طلاب الصف الأول المتوسط، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله بنشوف تمارين على إزاي نجمع الأعداد الصحيحة، جمع الأعداد الصحيحة. طيب نشوف عندنا إزاي المسائل. عندنا في تحقق من فعلك، أوجد ناتج كل من 100. إزاي أجمع سالب 5 مع سالب 7؟ طبعا من السالب 5 ده عدد صحيح سالب، السالب 7 ده عدد صحيح سالب، يبقى لما اجمع عدد صحيح سالب مع عدد صحيح سالب يطلع الجواب عندي عدد صحيح سالب، عشان كده هنا في سالب، وهجمع 5 مع 7 يطلع 12. يبقى سالب 5 لما اجمعها مع سالب 7 يصير الناتج عندي سالب 12. يبقى لما اقول تاني انت جمع عدد صحيح سالب مع عدد صحيح سالب بيكون الاجابه عدد صحيح سالب. طيب ادي فقره كمان عندنا سالب 10، عايزين نجمعها مع سالب 4. فعلا زي ما قلتوا انا بجمع عدد صحيح سالب اهو مع عدد صحيح سالب، يبقى الاجابه عندنا هتطلع عدد صحيح سالب، واجمع ال 10 مع ال 4 يطلع 14، يعني الاجابه تبقى سالب 14. تمام. طب دلوقتي ادي واحده كمان سالب 14 لما اجمعها مع سالب 16، عدد صحيح سالب بجمعه مع عدد صحيح سالب هتطلع الاجابه عدد صحيح سالب، ونجمع ال 14 مع ال 16 يطلع 30، يعني الاجابه تبقى سالب 30. طب لو جمعت عدد صحيح موجب مع عدد صحيح موجب، ايوه بالظبط كده هتطلع الاجابه عدد صحيح موجب، واجمع ال 23 مع ال 38 هتطلع 61. نيجي بقى لو كان عدد صحيح موجب بجمعه مع عدد صحيح سالب، ازاي بقى اجمع عدد صحيح موجب مع عدد صحيح سالب؟ طيب اولا هنطرح، لما يجي لنا واحد موجب وواحد سالب يبقى احنا في طرح هيتم عندنا هنا، ادي السته وادي السبعه، لما اطرح اقول 7 ناقص 6 يطلع 1. تعالى بقى نشوف الاشاره، هو انا لو جبت القيمه المطلقه للسته تطلع كام؟ تطلع 6. طب لو جبت القيمه المطلقه لسالب 7 تطلع كام؟ 7. يبقى معنى كده ان 7 هي الكبيره كقيمه مطلقه، اشارتها سالبه احطها هنا، يبقى 7 باخد اشارتها واضعها هنا فتطلع الاجابه عندنا سالب 1. او بمعنى تاني انا ممكن اقولها بشكل تاني مبسط، انت كسبت 6 ريال وخسرت 7 ريال، يبقى انت خسران ريال، صح؟ بالظبط كده. نشوف تاني سالب 15 لما نجمعها مع موجب 19، واحدة سالب واحدة موجب، قلنا نطرح على طول، يبقى 19 ناقص 15 يطلع 4. طب الإشارة موجبة ولا سالبة؟ إن جبت القيمة المطلقة لسالب 15 هتطلع 15، ولو جبت القيمة المطلقة لل 19 هتطلع 19، يبقى 19 هي الأكبر، آخد الإشارة ليها اللي هي الموجب وأكتبها، يبقى الجواب عندي هيطلع موجب كام؟ الجواب عندي هيطلع موجب 4. أدي فقرة كمان عندنا هنا، ازاي نجمع ال 10 مع السالب 12؟ طبعا ادي ده عدد صحيح موجب وده عدد صحيح سالب، احنا قلنا لما يجي لنا واحد موجب مع واحد سالب بنطرح، صح؟ فعلا هنطرح 12 ناقص 10 يطلع 2، بس الاثنين اشارتها موجبه ولا سالبه؟ نرجع نقول تاني ان ال 10 القيمه المطلقه ليها 10، اما السالب 12 القيمه المطلقه ليها 12، لا تبقى دي الاكبر، اخد اشارتها واضعها هنا تبقى سالب 2. طب نشوف كده، لو قلت سالب 13 زائد 18 بالظبط كده هنطرح، عشان واحدة سالبة وواحدة موجبة، 18 ناقص 13 هتطلع 5. طب الإشارة موجبة ولا سالبة يا شباب؟ أيوه برافو عليكم، هجيب القيمة المطلقة لل 18 هتطلع 18، أما القيمة المطلقة لسالب 13 هتطلع 13، لا يبقى 18 أكبر، يبقى الإجابة موجبة. بكده يبقى أنا شفت معاكم إزاي نجمع عددين صحيحين. شاكر ليكم وحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.